أحبائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتفسير عملية تدوير يعني الأطراف آخر الخشبات من نوع هذا DSP أو من نوع يعني MDF، وحتى من الخشب العادي يعني نفس الشيء، بواسطة يعني أدوات بسيطة عشان ما تحتاجوا مكنات كبيرة. أنا مثلا بشتغل بمكنات كبيرة، لكن بوريكم هنا في هذا الفيديو كيف بنشتغل بمكنات عادية، مثلا راوتر يدوي أو هذا آلة قطع الخشب اليدوية. يعني هيك نبدأ إن شاء الله نشوفه مع بعضنا. مثلا الخشبة هذه شفتوا هذا الخط هنا، لازم نعمل فيها هيك نصف دائرة، ولازم تكون يعني نظيفة ومستقيمة 100% عشان بعدين نقدر نلصق عليها هنا يعني اللصق هذا اللي هو هذايا مثلا، فهمتوني؟ لو تكون هذه هنا الدائرة عاملة هيك أو هيك، أو مو يعني مستقيمة 100%، أول حاجة في المكنة ما بتدخل، المكنة ما بتقبلها لأنها ما مقصوصة يعني مستقيمة. ولو بتشتغل باليدوي نفس الشيء، لما بتقوم تسخين هذا بالآلة الكوي أو بغيره نفس الشيء، ما بتركب بتكون شكلها مو حلو. أنا بوريكم طريقة سهلة بتخليها لك أي شكل دائري أو أي حاجة عاوز تعملها هيك 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 نصف دائرة، يعني بتعملها لك كأنك عملتها بالمكنات الكبار متاع المصانع هذه البروفيسيونال. انا بفهمك ازاي، تابع الفيديو للاخر عشان تفهم ان شاء الله. والله معنا ومعكم. نبدأ شوفوا، انا هنا من هنا نحب نعمل نصف دائرة هيك. شو بنعمل؟ نشوف، ناخذ اي حاجة دائرية، مثلا عندي هذا ديسك تبع قص قطع، ناخذ المكان اللي عاوز ندور فيه، نخلي اخر الديسك على الاخر هذايا، ونعمل هيك ونقوم بتسطيره هيك يعني. خلاص هيك هنا مثلا بعد ما قمت بتصويرها، ها هي هذا النصف دايرة عاوز اقطعه هيك، وهذا من الناحية الثانية هيك. شو بنعمل؟ بناخذ قطعة ما بنحتاجها من الخشب نفسه هيك، مثلا قطعة صغيرة، ونرسم عليها من ناحية من نواحي نفس هذه الدائرة. انا هسه برسمها، انا هسه بعلمكم طريقه يدويه يعني مو بطريقه بروفيشنال. بنزل لكم فيديو ثاني ان شاء الله. خلاص القطعه هذه اللي ما حاجتي بها يعني مسوده، بعمل بها شو بنعمل عليها؟ اخذ اله القطع اللي هي العاديه اللي هي هذه ونقوم بقطعها، عشان آلة القطع هذه ما بتقطع 100% يعني مثل المكنة بتاع المصنع. يعني قد ما بتعمل ما بتصير يعني الحكاية هذه، يعني متأكد نجربها يعني. الآن شو بنعمل؟ ناخذ هذه القطعة ناخذ المكان هذا اللي عاوزين نقصه اللي هو هذا اللي رسمناه، نخليه هيك الحرف هذا هو، نقوم بتثبيته بسم الله، ناخذ هيك نقوم بالقطعة نتاعها، نشغل التضبيطة عشان يكون ضاوية، نقطعها بسم الله. حبيت نقول لكم في هنا هذا الريجلاج، هذا اللي هنا موجود في كل الآلات هذه، لما عاوز تقطع به طوالي بهذه بالمكنة هذه تقطع دائما، يعني لو عاوز طوالي في رقم صفر، لو عاوز تقطع دائري بتسهل عليه بتخليه مثلا رقم واحد او رقم اثنين انت والشكل اللي بتقطعه. خلاص في الاول يكون شكله هيك هيك يعني، شفتوه الان يعني هذوما الاماكن اللي مو مستقيمة وكذا، هذه بستويها يعني تكون حلوة دائرية بمكنة السنفرة، وبرجع لكم ان شاء الله. والان ان شاء الله بعد ما قمت بتنظيفها بآلة السنفرة، يعني اصبحت هيك يعني مالسة مثل ما لازم تكون هيك،
شو بنعمل؟ ناخد بوريك، ناخد القطعة اللي عاوزين نرسم عليها مثلا هذه، نخليها هيك ونيجي فوق منها. هذا المكان اللي عاوز نعمله، وهذه اللي عملتها يعني مسودة مسودة، هذه مسودة. ناخذ القطعة الثانية ونخليها فوق منها لغاية انه يكون هذا هو الزاوية هيك يعني. هيك والان مثل ما ترون يعني، بعد ما قمت بتثبيتها على الطاولة بهذا من الاجزاء هذه يعني هيك عشان ما تتحرك، قمت بتثبيتها بشكل انه المسودة هذه اللي صنعت عليها الدائرة اللي انا عاوزها خليتها فوق الخشبة اللي عاوز اعمل عليها الدائرة، واللي هي هتكون رئيسية اللي انا بشتغل بها اللي عاوزها. شو بنعمل ده؟ الان ناخده الروتر اللي هو هذا، والروتر فهمتوني يعني هذا هو الروتر. شو بنعمل؟ لازم تكون فيه السكين او الشفرة هذه اللي بيجي معها هذا الجزء اللي بيدور، هسه بوريها لكم. السكين لازم تكون من هذا النوع، اهي شفتوه هذه السكين من ناحيتين، ومن هنا فيها هذا اللي يدور هذا العجلة. العجلة هذه دي بنستحقها، العجلة هذه هي نفس السمك مع السكين نفس العرض يعني. بنخليها نعدل الروتر انها تمر هي على المسودة، وبهذه الطريقة والسكين يمر على الخشب اللي احنا عاوزينها. وقتها لما تمر العجلة على السكين تدور العجلة على المسودة، هيك بتدور مع المسودة، والسكينة بتطبعها تقطع القطعة اللي تحتها نفس الواحد يعني، هي عبارة عملية نسخ طباعة. الآن بتشوفوا كيف والآن نشوفوا مع بعضنا كيفاش نقوموا بالروتر تمرير العجلة اللي بتدور على هذا الجزء اللي جهزناه مسودة، وكيف الشفرة بتسحق هذايا تخليه نفسه هو المسودة. شوفوا مع بعضنا. خلاص شفتوها اصبحت هي نفسها، هذه هي خلاص اصبحت. طب بوريها لكم، هذه المسودة بنشيلها ونلاقي ان هي الخشبة اللي عملناها. شفتوها كيف صارت نفس اللي احنا عاوزينها، وما تقشرت من هنا. شفتوها يعني من هنا ما تتقشر، تكون يعني عبارة مخصوصة بالمكنة. والآن نشوفوا انه القطعة متاعنا خلاص جاهزة، شفتوها جاهزة مدورة يعني مثل ما احنا عاوزين هيك. ونفس الشيء من تحت ما فيها يعني جروح، ما بتنجرح هي بهذه الشفرة وبهذا الروتر، بالروتر والشفرة ما بتنجرح ان شاء الله. أحبائي الأعزاء، هذه هي الفكرة التي كنت أريد اليوم أن أتقاسمها معكم، وإن شاء الله تكون يعني أعجبتكم، وإن شاء الله تنفعكم في أعمالكم يعني وفي يعني المنزلية وغيرها إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الأفكار الجديدة والاختراعات والابتكارات الجديدة إن شاء الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.